فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا النهارده حلقة النهارده هنقدم فيها ترجمة وتحليل الإعلان الثاني من الحلقة الأخيرة، الحلقة 27 من مسلسل قيامة المؤسس عثمان. طبعا زي ما احنا شفنا في الإعلان، أول صورة جايبة عثمان هو بيتكلم مع صوفيا. طبعا احنا كنا شفنا في نهاية الحلقة 26 عثمان طبعا كان بيقاتل المحاربين اللي هم كانوا واخدين مادة بتجعلهم لا يشعرون بالألم زي الزومبي كده بالظبط، وطبعا كان كل ما يقتلهم يقوموا تاني، لان هو كان الحل الوحيد علشان يموتوا ان هم يقتلوا او يضربوا ضربات قاتلة، مثلا في القلب او قطع رأس اللي هي ضربات قاتلة، لان المادة اللي كانوا واخدينها كانت مادة زي مخدرة ما تخليهمش يشعروا بالألم الى ان تأتي ضربة قاضية، الى ان تأتي ضربة ايه قاضية. فمن الواضح هنا ان وزي ما شفنا برضو في العين الاول ان بامسي كان بيسأل بوران وبيسأل كونغا، بيسألهم فين عثمان، قال لهم ان عثمان بيلاحق المشؤومة اللي هم صوفيا، بيتكلموا على ايه صوفيا. طبعا هنا في الاعلان اول صورة بتجيب عثمان وبيقول لصوفيا لن تأخذوا منا الاراضي التي فتحها ابي، لن تأخذوا منا الاراضي التي فتحها ابي. وزي ما انا قلت في تحليل الاعلان اللي فات ان هو بامسي هيبعت، هو هيذهب للقبيلة او هيبعت اي حد للقبيلة لمحاولة نجدة عثمان، لان طبعا عثمان في المرحلة دي طبعا هو محاط بالمقاتلين، في كان في احتمالين، احتمال ان هو ممكن يؤسر او ان هو في وضع صعب جدا، فلذلك هم ارسلوا للقبيلة على اساس ان هم يحاولوا باي طريقة نجدة عثمان، يحاولوا باي طريقة نجدة ايه عثمان. طيب الصورة اللي بعد كده طبعا جايبة عثمان وهو بيقاتل طبعا المقاتلين الزومبي اللي هم واخدين مادة ما تخليهمش يشعروا بالألم، وطبعا القتال كان شديد جدا، وبرضه كان في استفسارات هل بلغاي هيموت هو وجيرو كوتاي، لأن بصراحة في المشهد اللي اتشاف الضربة ما كانتش قاتلة، الضربة لبلغاي ما كانتش قاتلة، وكذلك حتى في القتال بين كونجا وبين جيرو كوتاي، كونجا يعني السهم كان ممكن يغرزه تماما في جسده، ولكن لا، لقينا ان السهم لم يغرز، يعني تحس كده حاجه بسيطه كان الاثنين بيلعبوا مع بعض والسهم حاجه بسيطه دخل فين في صدر جيركوتاي. لذلك برضو من مفاجآت الاخ العزيز محمد بوشدار، ممكن في الجزء الثاني نلاقي ان بلغاي وجيركوتاي ما ماتوش علشان يكملوا معانا في المسلسل، لان زي ما قلت قبل كده ان بلغاي مدي زخم ودور قوي جدا في المسلسل، ممكن نشوفه زي نويان قبل كده لما كنا اعتقدنا ان هو مات ولقينا ان هو موجود في الحلقات. بعد كده هنا عثمان وهو بيقاتل المقاتلين التابعين لصوفيا. بعد كده هنلاقي مشهد، بعد كده هنلاقي مشهد داخل القبيلة. احنا كنا شفنا في الحلقة اللي فاتت ان هذا خاتون بحجة انها تبعت ابنها علشان يشكر خاله، لان هو ساعدهم في التصدي للمغول ولصوفيا بان هو اخبرهم ان سوبوتاي سيهجم على القبيلة. طبعا الوضع مش كده خالص، الوضع ان هم عايزين يتحينوا الفرصة لاستعادة سيادة دوندار، وبالتالي سيطرة قبيلة بنو شوبان على قبيلة إيركاي، وده المخطط اللي هي بتخطط له هذا خاتون، وهي ناجحه جدا الى الان لان هي اكتسبت ثقه جميع القبيله، لان هي انقذتهم مرتين، انقذتهم اثناء حفل الزفاف، وانقذتهم كذلك بمعرفه وكشف هجوم المغول. هنا طبعا ارجع بهديه بيقول لها لقد وضع خالي عينه على الخيمه. خلي بالك يا ماما يا امي، خالي خلاص وضع عينه على الخيمه ان هو عايز ياخد خيمه السياده، عايز ياخد خيمه ايه السياده. طبعا هي طبعا وهي قالت له نحن ايه اسياد العالم، طبعا هذا خاتون قالت عليه وقالت له نحن ايه اسياد العالم. اللقطه اللي بعد كده في الاعلان هنلاقي ان ايجول اللي هي من هي حاولت ان تقتل هذا الخاتون بالسهم، حاولت ان تقتل هذا الخاتون بالسهم، واعتقد انها ممكن تكون اصابت هذا الخاتون، لكن هذا الخاتون لن تموت، لذلك حتى شفنا دوندار في المشهد اللي هو مصدوم جدا جدا من اللي حصل. طبعا هي هذا الخاتون حاولت ان هي تضم ايجول الى جانبها، لكن ده ما نفعش لان ايجول مش قادره تنسى ان هذا الخاتون هي من قتلت والدتها. فهنا ايجول ضربت هذا الخاتون بالسهم، واعتقد ان هي اتصابت هذا الخاتون. ليه؟ لان بعد كده في المشهد اللي بعده بنجد ان سلجان وكل من في القبيله بيجري على هذا الخاتون لمحاوله انقاذها، لكن هي طبعا مش هتموت، لان هي طبعا مش هتموت لان هي من الشخصيات الرئيسيه والاساسيه في الجزء الثاني، لان الجزء الثاني هنشاهد فيه صراع بين قبيله إيركاي وبين قبيله بنو شوبان للسياده، للايه؟ للسياده. طيب بعد كده
المشهد اللي بعد كده في الاعلان ده من داخل القلعه. طبعا هنا صوفيا في القلعه، احنا كده استنتجنا ان عثمان تم انقاذه، لم يؤسر. تم انقاذه، هل هو استطاع ان هو يقتلهم؟ هل تم انقاذه بحد خفي من اللي مثلا حد سون غورتيكين ممكن مثلا يجيله لقطه ينقذه، ممكن مثلا اللي هو الاخيين اللي هو اتباع الاديب علي. بس من الواضح ان خلاص عثمان انقذ. وهنا صوفيا داخل القلعه بتقول لهيلين ان سقطت القلعه فسوف تنهار القوه الصليبيه، ان سقطت القلعه فسوف تنهار القوه الصليبيه، يعني بتقول لها ان ده خط الدفاع الاخير بالنسبه لنا، اذا سقط فسقط كل شيء. بعد كده المشهد اللي بعد كده بيظهر دخول عثمان الى القلعه، بيقول لهم ايه؟ جئنا لنحرق هذه الاراضي التي لا تختموها بكفركم بايماننا المسلط على الظالمين. بيقول لها كده احنا خلاص احنا جينا عشان ننتقم منكم، عشان نقضي على المكائد اللي انتم عملتوها، محاوله المكائد والقتل والتلطيق واشياء كثيره جدا جدا، احنا جينا عشان نخلص كل شيء. طب كل شيء ده بايه؟ بايماننا المسلط على الظالمين. طيب بعد كده طبعا في مشاهد بتجيب القتال، طبعا ادي جندز وصلوا، جندز وامسي والناس بيتقاتلوا داخل القلعه، قلعه كوملوجو حصار. بعد كده مشهد فوق بقى وصل ان عثمان هيقاتل صوفيا، عثمان هيقاتل صوفيا. وطبعا في المشهد الاخير عثمان هيقتل صوفيا ويقول لها نحن الاتراك غضب الله المسلط على الظالمين، نحن الاتراك غضب الله المسلط على الظالمين، وسيقتل عثمان صوفيا. لكن هنا في حته، هنا انا المفروض اعتقد ان المفروض هو هنا في المشهد وضح ان عثمان غاز السيف في صوفيا، لكن هل ستموت ام انه سيعطي الانتقام لبمسي؟ انا وجهة نظري اتمنى ان يقتلها بمسي، لان هي قتلت ولديه صديق وايبارس. واتمنى ان التحليل النهارده يكون عجبكم، وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتمنى ان التحليل عجبكم ان تشتركوا في القناة، ادعمونا بالاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.